فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دعوت رجلا إلى الإسلام فنطق بالشهادتين، ثم بعد أيام قلت له: تعال لنذهب إلى المسجد لنصلي، فرفض وقال: إن أبي وأمي سيغضبان إن أسلمت، هل يعد هذا مرتدا؟ نعم، يعد مرتدا إذا أنه طاع أباه وأمه في ترك الإسلام، يكون مرتدا. نعم. ومثل هذا إذا أسلم يبادر بالذهاب به إلى المكاتب، مكاتب توعية الجاليات، لأجل يوثق إسلامه ولأجل يعطى الإرشادات ويعطى الكتب ويشجع، أو بس يسلم ويترك. لا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.